عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وسارة طبعا بتعلن حبها شديد جدا للجزائر، اللي هنا بنت ان هي ليها متابعين من كل انحاء العالم، فهي بتعرض صور ليها في الجزائر وهي بتعلن حبها الشديد للجزائر، وهي بتقول ان هي في مدينة ومنطقة وهران وبتصورها وبتتجول في شوارع وهران الجميلة. بنتمنى لها حياة سعيدة والتوفيق يا رب العالمين، ونتمنى لنا جميعا التوفيق وحياة سعيدة يا رب العالمين. شوف حضراتكم على ألف خير، ودعونا كده دايما بالخير لينا وليكم والتوفيق يا رب العالمين. شوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.